الواجب، الشرف، الوطن، هذا هو شعار الرجال الذين يطلبون الموت فداء للوطن. يقدمون حياتهم لمصر. هم رجال لا يعرفون للمستحيل ضربا، يخترقون الصخور والجبال ويتحدون الصعاب، يتسابقون لنيل الشهادة في البر والبحر والجو. حياتهم ملحمة بطولية، واستشهادهم قربان للكرامة وعزة لمصر. إنهم رجال كتبت في بطاقات تعريف هوياتهم شهيد تحت الطلب. إنهم خير أجناد الأرض.